زيارة الأربعين على وجه الخصوص تعبر في جوهرها عن الرفض لكل أشكال الخراب والفساد. عبد المهدي يؤكد: والشعب يهتف بغداد حرة حرة، يا فاسد أطلع برا، في إحيائهم الذكرى بمدينة كربلاء. وخلال الزيارة توشح الآلاف بالسواد ولبسوا الأكفان احتجاجا على تفشي الفساد في مفاصل الدولة كافة. وهتف العراقيون شعارات مناهضة للفساد منددين بالفاسدين الذين ساهموا بنهب أكثر من 450 مليار دولار خلال الأعوام 16 الماضية وفقا للأرقام الرسمية.